بسم الله الرحمن الرحيم. دكاترتنا الجامدين، اتمنى تكونوا كويسين. الحصه اللي فاتت كنا بدانا شابتر السكن، وعرفنا ان جلد حضرتك بيتكون من طبقتين زي الساندوتش. الطبقه الخارجيه كان اسمها بشره، ابيديرمس. الطبقه الداخليه كان اسمها ادمه، ديرمس. وقلنا الطبقتين عاشقين في بعض، راشقين في بعض بجنكشن اسمه ديرمو ابيديرمال جنكشن. كنا بدانا الابيديرمس، وقلت لحضرتك انه 4 في 5، 4 أنواع من الخلايا مرصوصين في 5 طبقات. النوع الأول من الخلايا كان اسمه كيراتينوسايتس، ده دي كانت اللي مرصوصة في 5 طبقات. والطبقات من تحت لفوق جيرميناتوفم، الطبقة البيزل. الطبقة رقم 2 سباينوزم. رقم 3 اللي فيها جرانيولز، جرانيولوزم. رقم 4 الشفافة، ليوسيدم. رقم 5 الميتة، كورنيوم. النهارده باذن الله هنكمل بقيه الخلايا اللي اسمهم نون كيراتينوسايتس، وهم ميلانوسايتس، خليه تصنيع الميلانين. ايه خليه تصنيع؟ لقطت الكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. دكاترتنا الجامدين، اتمنى تكونوا كويسين. في الحصة اللي فاتت كنا بدأنا شابتر السكن، وعرفنا ان جلد حضرتك زي السندوتش بيتكون من طبقتين. الطبقة الخارجية كان اسمها بشرة، ابيديرمس. الطبقة الداخلية كان اسمها ادمة، ديرمس. وقلنا الطبقتين عاشقين في بعض، راشقين في بعض بجنكشن اسمه ديرمو ابيديرمال جنكشن. عرفت ان الابيديرمس 4 في 5. يعني ايه 4 في 5؟ 4 انواع من الخلايا مرصوصين في 5 طبقات. النوع الاول من الخلايا كان اسمه كيراتينوسايت، ده الخلايا المسؤولة عن تصنيع الكيراتين، الخلايا المسؤولة عن تصنيع الجلد، ولذلك كانت الموست كومن 85%. النهاردة هنتكلم عن النون كيراتينوسايتس وعددهم 3. الخلية الأولى خلية الميلانوسايتس، خلية تصنيع الميلانين. الخلية الثانية لانجر هانز، ولو تفتكر كنا قلناها في الماكروفيج انها بتروح للجلد وتغير اسمها تبقى لانجر هانز. الخلية الثالثة اسمها ميركلز سيلز، ودي خلية الإحساس نعمة، خلية سمسم شهاب. نبدأ بالخلية الأولى ميلانوسايتس، وعايزك ترتب دماغك معايا. هنتكلم كالعادة ال ام اي ام فانكشن. ال ال ام بتاعي اوريجين وسايت، لازم ازودهم، وشيب نيوكليس سيتوبلازم، ده المعتاد. بعد كده اي ام وفانكشن. رتبت الايتمز معايا، سمي الله وابدأ. الميلانوسايتس اكتب لي جنبها خلية تصنيع الميلانين. شكرا، انت خلصت. خلصت؟ ايوه. انا بقول لك خليه تصنيع الميلانين، يبقى انت عارف ان النيوكليوس هتبقى بيل، يبقى انت عارف ان السيتوبلازما هيبقى بيزوفيليك، يبقى انت عارف في الاي ام هتشوف البروتين سينثسايزنج اورجانيلز، ار اي ار، ريبوزوم جولجي ميتوكوندريا. هتشوف ان النيوكليوس يوكروماتيك نيوكليوس، وفي الفانكشن هتقول لي انها سينثيسيس اوف ميلانين، اوف ميلانين. خلصت ولا ما خلصتش؟ خلصت. طب تعالى نشوف عايز مني ايه في الميلانوسايت. هيسألني عن الاوريجين، هقول له انها ارايز فروم اكتوديرم. حضرتك عارف ان الجنين ينشأ من 3 طبقات. الطبقة الخارجية اسمها اكتوديرم. الطبقة الوسطى خوهم الوسطاني كان اسمه ميزو. والطبقة الداخلية اندوديرم. الميلانوسايت الخلايا رقم 1 بتطلع من الطبقة رقم 1، تطلع من الاكتوديرم. مكانها فين؟ فاكر اللايرز بتاعت الحصه اللي فاتت؟ قلت لك ان البيزل لاير، الجيرم لاير، كان اسمها ستراتم جيرميناتوفم، اللي كان فيها نوعين من الخلايا بحرف الام، ميلانوسايت والميركل سيلز. يبقى لما يقول لك الميلانوسايت موجوده فين؟ موجوده في الستراتم جيرميناتوفم اوف ذا سكن، او اوف الابيديرمس. يبقى انت خلصت اول حاجتين، الاوريجين ده الخلايا رقم 1، تطلع من الطبقه رقم 1 اكتوديرم. السايت بتاعها ستراتوم جيرميناتوفم، ده كان فيه خليتين بالام. بعد كده شيب نيوكليس سيتوبلازم ال ال ام العادي بتاعي، شيب شكل الخليه راوندد. النيوكليس سنترال، اي كلام، اهم كلمه انك تقول لي بيل. وحضرتك عارف هي ليه بيل؟ ده خليه تصنيع، النيوكليس بتاعتها شغاله على ودنه ما بتونش، الطاقة مفيش، الشغف معدوم. شوف لي معاك يا صاحبي. يبقى سنترال بيل. السيتوبلازم بتاعها هو المفروض بيزوفيليك، بس انا ما بشوفش السيتوبلازم بتاع الميلانوسايت بالاتش ان دي. المفروض بيزوفيليك لانها بتصنع، بس الميلانوسايت قفوشة حبتين. تقول لك لا انا ما تسبخش بالاتش ان دي، انا بيزوفيليك وكل حاجة، بس لا معلش قدرني.
بالاتش اند اي لا مش هظهر لك، يبقى بالاتش اند اي نوت ويل ديمونستريتد، بس انا وانت عارفين ان هي بيزوفيليك. خلاص هو في الامتحان عايز كلمه نوت ويل ديمونستريتد، لان الميلانوسايت ما تتسبغش باللون الازرق. ميلان از ريد، روسونيري الاحمر، ماشي احنا ميلانيين زي بعض، ما نقبلش اللون الازرق بينا. فهمت الفكره دي؟ طيب خلصنا ال ام بتاع الميلانوسايت في دقيقه، خش لي على الاي ام. حضرتك عارف انها خليه تصنيع الميلانين، اي خليه بتصنع هتشوف البروتين سينثسايزنج اورجانيلز ار ار رايبوزوم جولجي ميتوكوندريا. اي خليه بتصنع ما عندهاش طاقه الشغف معدوم، النيوكلياس بتاعتها هتبقى بيل او يوكروماتيك. متفقين ان بيل ده في ال ام، في الاي ام هيبقى اسمها يوكروماتيك نيوكلياس. خلاص الميلانوسايت بتصنع الميلانين عن طريق مصانع اسمها ميلانوسومز. حلوة الرصة دي. الميلانوسايتس تصنع ميلانين عن طريق مصانع اسمها ميلانوسومز. دي عبارة عن بوديز، أجسام مرصوصة جنب بعضها بتلزق في الخلايا المتجاورة، فبتكون لك صف من المصانع اسمه ايبيديرمال ميلانوزوم او ميلانوسايت يونت. ايبيديرمال ميلانوسايت يونت. تاني الحته دي، الميلانوسايت حضرتك عارف انها بتصنع ميلانين، يبقى لازم يكون جواها مصانع للميلانين. مصانع الميلانين دي اسمها ميلانوزومز. مصنع جنب مصنع جنب مصنع، خليه جنب خليه جنب خليه، ده adjacent cells، خلايا متجاوره. عمل لي خط من المصانع، هايبر مصانع كده، اسمه epidermal melanocyte units. الاي ام العادي من اول الشابتر قلنا لازم اتكلم على الانترميديت فيلمنت، لازم اقول ان الخليه دي فيها سيتوكيراتين، وسيادتك لسه عارف حالا ان الخلايا بتمسك في بعض بايبيديرمال ميلانوسايت يونت، يبقى هل انت محتاج ديزموزوم؟ لا، كنا مثبتين الحصه اللي فاتت السيتوكيراتين والديزموزوم معانا، هنتكلم فيهم يا يس يا نو. خلاص هنا انت هتقول لي في سيتوكيراتين بس ما فيش ديزموزوم. لو سالك ليه ما فيش ديزموزوم هتقول له والله دي خليه تصنيع ميلانين، يعني فيها مصانع اسمها ميلانوسومز. ده مش مصنع واحد، ده فرع، كذا فرع مصانع. خلاص ده هايبر مصانع، كلهم ماسكين في بعض، كلهم متجاورين، بيربطوا الخلية دي بالخلية دي بالخلية دي. سميت النظام ده ايبيديرمال ميلانوسيتيك يونت، يبقى انا محتاج ديزموزوم. هو لو قالك ليه ما فيش ديزموزوم قول له هو انا محتاج ديزموزوم، رد عليه السؤال بسؤال. هيقول لك ليه مش محتاج ديزموزوم؟ قول له لان الخليه دي فيها ميلانوسومز، ده مصنع ميلانين، المصنع بيمسك في مصنع، يمسك في مصنع، يمسك في مصنع، يمسك لي الادجيسنت سيلز كلها ببعض، يمسك كل الخلايا بوحده اسمها ايبيديرمال ميلانوسايت يونت. فانكشن اوف ميلانوسايت، عيب قوي لما اقول لك انها بتصنع الميلانين، وعيب قوي لما اقول لك ان الميلانين هو المسؤول عن تلوين البشره. احنا لوننا ابيض عشان فينا كمية ميلانين معينة، الناس اللي لونها اسمر فيها كمية ميلانين كتير. الفكرة اننا وانت وكلنا فينا ميلانين، كلنا عندنا ميلانين، ابيض واصفر واصفر واسمر وازرق، وكل البشرة عندهم ميلانين. الفكرة في كمية الميلانين قد ايه. عند الناس السمر كمية الميلانين زيادة عشان تحميهم من الالترا فيوليت ريز. يبقى انا بصنع الميلانين المسؤول عن السكين كولر عشان يحميني من الالترا فيوليت ريز. ده من حكمة ربنا الناس اللي عايشين في افريقيا جلدهم مليان ميلانين، جلدهم اسود، عشان يحميهم من اشعة الشمس. احنا لو رحنا نعيش هناك مش هنستحمل، جلدنا يتحرق. فهمت الفكرة؟ يبقى تاني الميلانوسايت سريعا بتتكلم عن اوريجين سايت ارمي، بعد كده ال ام شيب نيوكلياس سيتوبلازم، اي ام ثم فانكشن. الاوريجين الطبقه رقم واحد، الخلايا رقم واحد تطلع من الطبقه رقم واحد اكتوديرم. السايت الخلايا رقم واحد توجد في الطبقه رقم واحد جيرميناتوفم. ال ام شيب نيوكلياس سيتوبلازم، تقدر تقول ان الخليه دي عامله بالظبط بالشكل ده. ارسم الرسمه دي جنب الخليه في كتابك، ارسم الرسمه دي كده في المذكره عشان ايه ما تقعدش تقرا الكلام كل شويه انت بتبص للرسمه وخلاص. يبقى انت عارف حضرتك ان خليه الميلانوسايت شكلها راوندد، دايره بالشكل ده.
النيوكلياس بتاعتها سنترال بالشكل ده، بس خد بالك دي بيل، ده مفيش طاقة، ده الشغف معدوم، الخلية باهتة. السيتوبلازم بيني وبينك أنا عارف إنه بيزوفيلك، بس الميلانوسايت ميلان زروسونيري، ميلان حمراء لا تصبغ بالاتش اند اي. يقول لك انا ما تسبغش بالاتش اند اي، انا ما اقبلش لون ازرق يجي عليا، ما رضاش اكون بيزوفيلك، انا مش هتشاف بالاتش اند اي، هات لي صبغه مميزه وانا اتصبغ معاك ما قلتش حاجه، بس الحمد لله مش علينا صبغات مميزه، مش ناقصه حفظ هي. خلاص يبقى الشيب راوندد، النيوكليوس سنترال وبيل، السيتوبلازم ما يتشافش بالاتش اند اي نوت ويل ديمونستريتد. امال ايه الخلايا الحمراء اللي انت راسمها لي دي؟ الخلايا دي اسمها ميلانوزومز، ده دي الخلايا التصنيع الميلانين. ففي الالكترون مايكروسكوب هتشوف بروتين سينثسايزنج اورجانيلز، ار ار ريبوزوم جولجي ميتوكوندري، النيوكلياس هتبقى باهته يوكروماتيك، هتشوف خلايا او مصانع، هتشوف مصانع الميلانين اسمها ميلانوزوم، مصنع جنب مصنع جنب مصنع ماسك لي الادجيسنت سيلز بوحده اسمها ابيديرمال ميلانين يونتس. يبقى انا محتاج ديزموزوم؟ مش محتاج ديزموزوم، مفيش ديزموزوم، بس في انترميديت فيلامنت سايتو كيراتين، الفانكشن بتاعها سينثيسيس اوف ميلانين المسؤول عن السكين كولر، بيحميني طبعا من الالترا فيوليت ريز. الخلايا رقم 2 عندي لانجر هانز، خلاص انت ثبتت الايتمز معايا، كلمني عن الاوريجين بتاعها، هقول لك ان دي اللي في النص، يبقى طالعه من اللي في النص، طالعه من الميزوديرم، اللانجر هانز في النص بين الميلانوسايت والميركل، يبقى تطلع من الطبقه اللي في النص اسمها ميزوديرم. مش اللانجر هانز دي رقم 2 كانت موجوده في الطبقه رقم 2 اللي اسمها سباينوزم، شكلها عامل ازاي؟ هقول لك شكلها نوت ديمونستريتد بالاتش اند اي برضو. خلاص ولا خليه من دول خد بالك بتتشاف بالاتش اند اي. لما باجي اسبغ اللانجر هانز بخلايا قصدي بصبغات مميزه، هنا بقى عليا الصبغات المميزه، صبغه اسمها سوبرا فايتال ستينز، صبغات بتصبغ الخليه وهي عايشه، صبغات تانية اسمها جولد كلورايد، صبغه الذهب بتصبغ الخليه فيبان شكلها اللي هو ستار شيبد بالشكل ده، ارسم الشكل ده، الخليه ستار شيبد شبه النجمه، النيوكلياس بتاعتها هتبقى دنس غامقه بالشكل ده، والسيتوبلازم اسيدوفيلك. ليه اسيدوفيلك؟ فاكر اللانجر هانز دي كانت ايه؟ اللانجر هانز دي كانت ماكروفيج اصلا، الماكروفيج تنشا من احد خلايا الدم البيضاء اسمها مونوسايت، بتمشي في الدم لحد ما توصل للكونكتيف تيشو وهناك تغير اسمها، يبقى اسمها ماكروفيج او هيستوسايت على حسب بقيه حياتها، هتفضل في هتفضل في الكونكتيف تيشو تبقى فيكسد ماكروفيج، هتخرج وتمشي في الدم يبقى فري ماكروفيج، واشوفها هتروح فين واغير اسمها، راحت الجلد بقى اسمها لانجر هانز سيلز. يبقى ليه اسيدوفيلك؟ لانها اصلا ماكروفيج، والماكروفيج كانت اسيدوفيلك. طب ليه الماكروفيج كانت اسيدوفيلك؟ لانها بتحتوي على لايزوزومز. كانت بتحتوي على لايزوفاج وريزيدوال، لايزوزوم فاجوسوم وريزيدوال بوديز، اللايزوزومز دي اللي كانت بتخليها لونها احمر اسيدوفيلك. تاني اللانجر هانز دي الخلايا رقم 2 تخرج من الطبقه الثانيه ميزوديرم، موجوده في الطبقه الثانيه سباينوزم، شكلها ستار شيبد لما تتصبغ بخلايا خاصه سوبرا فايتال ستين والجولد كلورايد، ستار شيب ارسم لي في النص كده نيوكلياس غامقه قوي يبقى دنس، اي كلام. السيتوبلازم اسيدوفيلك، ليه هو اسيدوفيلك؟ وهنا سؤال، ليه اسيدوفيلك؟ لانها تحتوي على لايزوزومز، ده هي اصلا ما هي الا ماكروفيج. لما تيجي تشوف بالالكترون مايكروسكوب هتلاقي المنظر ده، هتلاقي كره تنس وجواها لايزوزومز، كره التنس دي اسمها بيربكس جرانيول، دي عباره عن ميمبرين باوند جرانيول تنس بول شيبد في حجم كره التنس او تنس بول سايز. خلاص يبقى البيربكس جرانيولز عبارة عن كرة تنس جواها لايبوزومز، انا كاتب لك حرف التي اهو جواها، ده تنس، جواها نقط لايزوزومز، ده دي المسؤولة عن الاسيدوفيليا. مفيش سيتوكيراتين، مفيش ديزموزوم، مفيش ميلانوزوم،
ما فيش اي حاجه خالص، هي لايزوزومز بس، ده وظيفتي ان انا اكل بس، انا حمايه، انا مناعه يا بيه، مش عايز سايتوكراتين، مش عايز الكلام اللي انت بتقول عليه ده. يبقى اللانجر هانز تاني، الخلايا رقم 2 تنشا من الطبقه رقم 2 ميزوديرم، السايت في الطبقة رقم 2 سباينوزا، الشيب نيوكليا سايتوبلازم لما جيت صبغتها بالاتش اند اي ما رضيتش تتصبغ، قالت لي نوت ديمونستريتد، اصبغها بصبغه خاصه اسمها سوبرا فايتال ستين وجولد كلورايد هتبقى ستار شيب، انا سبونج بوب شبه بسيط شبه النجمه، ستار شيب والنيوكلياس بتاعتها هتبقى غامقه قوي دنس. السيتوبلازم اسيدوفيلك، ليه اسيدوفيلك؟ لانها ما هي الا ماكروفيج وتحتوي على اللايزوزومز، هي سبب الاسيدوفيليا. يبقى في الاي ام هقول له تحتوي على لايزوزومز، اللايزوزومز دي موجوده جوه كوره اسمها بيربكس جرانيول، يبقى البيربكس جرانيول تحتوي على لايزوزومز، مفيش اي حاجه تانية، مفيش سيتوكيراتين، مفيش ديزموزوم، مفيش ميلانوزوم. فانكشنز اوف لانجر هانز، حضرتك عارف انها خليه مناعه، انتيجين بريزنتنج سيلز، خليه اكوله بتعمل فاجوسايتوزس. انتيجين بريزنتنج سيلز يعني ايه؟ بتاخد الانتيجين وتروح تعرضه على الليمفوسايتس الخلايا المختصه، يعني هي عملت انتيجين بريزنتيشن، عرض للانتيجين، فاسمها انتيجين بريزنتنج سيلز. خلاص الفانكشنز تاني انها بتعمل فاجوسايتوزس، ما هي الا ماكروفيج. الخلايا الثالثة عندي هي الميركل سيلز، عرفت القصة ماشية ازاي؟ الاوريجين بتاعها اكتوديرم، يبقى انت ماشي اكتو ميزو اكتو، الطبقة بتاعتها جيرميناتوفا، يبقى انت ماشي جيرميناتوفا مسباينوزا جيرميناتوفا. لو تفتكر الجيرميناتوفا كان فيها 2 ام ميلانوسايت والميركل. بعد كده كلمني على ال ام شيب نيوكليس سايتوبلازم، الشيب ديسك شيبد والنيوكلياس بتاعتها ديب، فخلينا نرسم اي كلام كده، ده ديسك اهو خلاص، والنيوكلياس ديب يعني جوه هنا كده من ورا ماشي. بقول لك ان الميركلز سيلز دي خلايا الاحساس، خلايا مش موجوده عند ناس كتير، ناس كتير قوي ما عندهاش احساس، الحمد لله على نعمه الميركلز سيلز. اذا الميركلز سيلز انا بقول لك انها خلايا الاحساس، خلايا التاتش سنسيشن، احساس اللمس، يبقى موجوده فين؟ بالله عليك ايه اماكن التاتش سنسيشن؟ انا ممكن المس بطراطيف صوابعي، يبقى التبس اوف فينجر، ممكن ادوق الاكل، هو انا ما لمستش الشوربه بلساني لقيتها سخنه، يبقى انا بدوق بالاورال ميكوزا او التانج خلاص. المكان الثالث موجود عند الروت اوف هير، بتهرش في شعرك فبتحس بشعرك خلاص كده. يبقى اماكن وجود الميركلز سيلز ده خليه الاحساس نعمه، خليه سمسم شهاب، يبقى اماكنها اماكن الاحساس تيبس اوف فينجرز، روت اوف هير قصدي الروت اوف هير والاورال ميكوزا ماشي. مش كاتب لي السيتوبلازم بتاعها، هخش لي على الاي ام كلام تقليدي خالص، انها في سايتوكيراتين انترميديت فيلمنت، في ديسموزومز الخلايا ماسكه بعضها بديسموزومز خلاص، وتحتوي على بيري نيوكليير سمول دنس جرانيولز، انا مش فاهم ليه. لما جم بصوا على الميركلز سيلز دي تحت الميكروسكوب لقوها بالشكل ده، طب ايه دي الجرانيولز السودا دي؟ هي دنس، اوصف ده عباره عن سمول صغيره، دنس اسود غامق اهو، سمول دنس جرانيولز، ايه وظيفتها؟ ولحد دلوقتي مش عارفين ايه وظيفتها. فقال لك دي اكيد ليها دور في الاندوكراينال سيستم، في جهازك الهرموني، جهاز الغدد الصماء. ما هو بيني وبينك اي حاجه انت مش عارفها قول عدس، قول اندوكراين خلاص. ده سمول دنس جرانيولز دي شكلها كده اندوكراينال سيلز، دي شكلها ابود سيلز، انا مش عارف لها الفانكشنز بتاعتها فقلت لك ابود سيلز. ابود سيلز دي خلايا اندوكراين موجوده في الانتستين بتاعت سيادتك، بتبطن الانتستين. تاني الميركل سيل، اكتب لي جنبها خليه الاحساس اكتوديرم، السايت جيرميناتوفا، الشيب ديسك شيبد، النيوكلياس ديب، اي كلام، ديسكو ديب اتنين بحرف الدي اهو،
اماكن وجودها اماكن الاحساس تيبس اوف فينجر الاورال ميكوزا والروت اوف هير. في الاي ام فيها سيتوكيراتين فيها ديسموزوم ماشي، ولقيت سمول دنس راوند جرانيولز اوف انون فانكشن، مش عارف ايه الفانكشن بتاعتها حول النوايا يعني بيري نيوكلر، قلت لك انها ابود سيلز، خد ده اندوكراينال سيلز. لما تيجي تكلمني عن الفانكشنز اوف ميركلز سيلز هتقول لي انها اول حاجه تاتش سنسيشن، احساس اللمس، ده انا عمال اقول لك من الصبح خلايا الاحساس، يبقى رقم واحد تاتش سنسيشن لانها بتحتوي على نوع من الريسبتورز اسمه ميكانو ريسبتورز. الريسبتورز في جسمي كذا نوع، منهم نوع للسايت، منهم نوع للسميلنج للشم، ريسبتور بيستقبل الشم، ريسبتور بيستقبل النظر، ريسبتور بيستقبل السمع، كذلك ريسبتور لللمس اسمه ميكانو ريسبتور. يبقى كل حاسة في جسمي ليها ريسبتور، ليها مستقبل. الريسبتور بتاع التاتش سنسيشن ام سي كيو اسمه ميكانو ريسبتور. الميركل سيل باي ذا واي ام سي كيو، حصة النهاردة معظمها ام سي كيو. المهم الميلانوزومز الميلانوسايت ده نظري واللانجر هاندز نظري. ميركل ام سي كيو فسريعا عديها معايا، اكتوديرم، السايت جيرميناتوفم، الشكل دي دي ديسك شيب والنيوكلياس ديب. اماكن الاحساس تيبس اوف فينجرز، اورال ميكوزا والروت اوف هير. لما تيجي تتكلم في الاي ام اي كلام، سيتوكيراتين، ديسموزوم الخلايا ماسكه في بعضها بديسموزوم، خلاص، ولقيت حوالين النواه دنس جرانيولز اوف انون فانكشن فقلت انها ابوت سيلز. يبقى لما تيجي تتكلم عن الفانكشن رقم واحد تقول لي تاتش سنسيشن، رقم اتنين تقول لي ابوت سيلز، خلايا اندوكراين موجوده في الانتستين. كده انت خلصت الدرمس، القصد الابيدرمس، قلنا الابيدرمس 4 في 5، 4 خلايا كيراتينوسايت مرصوصه في 5 طبقات، رقم 2 ميلانوسايت خلصتها، رقم 3 لانجر هانز خلصتها، رقم 4 ميركلز سيلز خلصتها، وخش لي في الدرمس سريعا واكتب لي عليه ام سي كيو مهم جدا جدا جدا.